السؤال بيقول أنت ليه مركز على الناس اللي هي بتشتري بالملايين؟ يعني ليه مركز على بيل جيت واللي هو لما بيشتري بمية مليون ولا 50 مليون؟ ليه بتتابع الأخبار دي؟ هقول لك ليه. تعال أفكرك من شهر مارس، احنا قلنا ايه؟ شهر مارس الخبر كان بيقول إن بيل جيت اشترى ب 177 مليون في ايكولاي لاب ستوك. طيب ايكولاي لاب ستوك دي اللي هي اي سي ال، ده اشترى بكام؟ ب 177. كان يوم كام؟ 12 مارس. 12 مارس بالظبط هو اشترى في المنطقة دي، كان سعرها 133.21. طبعا بعد كذا يوم وصلت من 133 ل 148، يعني بالظبط كده حوالي 15 نقطة، يعني كل 1000 عملت 15 ألف، واخد بالك؟ فدي قوة الناس الكبيرة لما بتشتغل بملايين بيعملوا فلوس. طبعا واحد هيقول لي ما هي الستوك ب 133، وعشان تشتري 1000 سهم انت يلزمك 133 ألف. في حاجة اسمها الأوبشن، الأوبشن بتشتري نفس الستوك دي بدولار 50 دولار، فهيكلفك التريد 1500 دولار، وبالتالي لما تطلع تعمل 8 دولار، فايه تعمل 8000 9000 دولار. هي الفكرة مش حكاية فوركس ولا ستوك ولا تتريد اويل، هو الفكرة من اللي احنا بنعمله ان احنا عايزين نعمل فلوس. كنا ان احنا نعملها في الستوك، نعملها في الاوبشن، نعملها في الفوركس، انا ما يهمنيش. انا اللي يهمني ايه؟ لو انا معايا 1000 دولار عايز اخليها 10000، او عايز اخليها 2000، او عايز اخليها 10000، 20000، انهي احسن؟ هحطها في الالف تعمل 1000، ولا الالف تعمل 10000، ولا الالف تعمل 20000؟ هحطها في اقصى حاجة طبعا انا شايف ان هي هتعمل فلوس. وبالتالي لما واحد يحط ب 177 مليون اهيت في مارس، وده يعني من اكبر تريدر في العالم واغنى راجل في العالم، فلازم طبعا اتابعه. وانت شايف هو عمل ايه؟ يعني هو حط 177 مليون، دلوقتي اتليست بقى 250 مليون، يعني فلوس تجيب فلوس. طيب نفس الراجل ده برضه، وهو بيل جيت برضه يوم 15 اشترى ب 50 مليون، يبقى مرة اشترى ب 177، 133 مليون، ومرة 50 مليون، كل ده في شهر مارس. فبالتالي 177 مليون اهي، وادي دي كانت في 12 مارس. ولو طلعت شوية في الخبر يوم 15 مارس، يعني بعد 3 ايام، 177 و50، يعني 220 مليون حطهم في ظرف. هو اشترى في المنطقة دي يوم 12 مارس ب 177 مليون، وبعدين اشترى ب 50 مليون هنا اهو. فأكيد طبعا في حاجة، هو عارف حاجة، وبص في ظرف شهر 250 مليون، 260 مليون، 270 مليون. فلازم نتابع الناس دي. تعال بقى أزيدك من الشعر بيت كمان، يعني أوريك قوة بيل جيت، انه يعتبر من احسن التريدر اللي انا متابعه. لو دوسنا على المقالة ديت هتبص تلاقي انه الراجل ده جيت برضو كان اشترى من 2011. تعال نبص نشوف من 2011 الستوك دي كانت بكام ودلوقتي بقت بكام. ادي يا طويل العمر 2011، ونفس الستوك الـ ECL كانت ب 50. هو ما عملش اي شراء في خلال الفترة دي، يعني هو لو كان حاطط هنا هوت 50 مليون، شوف بقى عملوا كام من 2011 دلوقتي احنا وصلنا 142. ده تريدر كويس تتابعه ولا ما تتابعوش؟ هو اشتراهم هنا وسابهم،
يعني فلوسه دلوقتي من هنا انت عندك من 50 ل 142. التريد اللي هو عملها برضو كانت من ايه، مش من 2011 بقى، دي كانت من شهر مارس، وانا وريتها لك اهي، شهر فبراير، شهر مارس وانتهت في ابريل. واحنا يعني اللي كان اشتراهم وسابهم هو دلوقتي انت عامل فلوس. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الناس اللي عندها شغل، الدكتور، المحامي، واللي بيسافر، بيشتري حاجة وبيسيبها مع الناس الكبيرة دي بتعمل فلوس. في الفوركس انا شايف الناس التقيلة ما بتشتريش اي حاجات في الفوركس دلوقتي، يعني ولا بيشتروا ريال ولا يشتروا البتاع. عشان كده انا محول بقالي فترة، لو تفتكروا انا قلت لكم هنحول من الفوركس للستوك والاوبشن، لان انا شايف في تحركات كبيرة. فهو ده اللي انا بعمله دلوقتي، بتابع الناس الكبيرة اللي هي بتشتري بأرقام كبيرة بالملايين. يعني واحدة زي دي اللي هي بتاعت اتش بي، اشترت مثلا، باعت اتش بي ب 12 مليون، فهي اكيد عارفة حاجة ان الستوك هتنزل. مثال تاني، واحد بليونير برضو اسمه بوب داجن، اشترى في ابريل حوالي ب 21 بليون دولار الستوك اللي هي اي بي بي بي. تعال نشوف الستوك دي حصل فيها ايه. اهي اشتراها في ابريل 2، كان تمنها 90. ما فيش شهر، من 90 وصلت ل 106، يعني 20 نقطة. ولو سبتها لغاية دلوقتي لسه برضو عامل فلوس، يعني من 90 ل 96. يعني فهو ده اللي انا بقوله. بس انا طبيعي الناس اللي هي يعني عايزة تشوف بتقلب عيشك ازاي، بتشتري وقت ما بيشتري، لما بتطلع شوية بتبيعها، تنزل تاني تشتريها، تطلع تبيعها، تنزل تشتري، تنزل تاني تشتري، تطلع تبيع، واخد بالك؟ المهم تبقى انت طالما فوق السعر اللي هو اشترى بيه، انت مفيش مانع تشتري جزء، تشتري جزء وايه، وتعمل فلوس باستمرار. فده طبيعي، ده اللي انا بعمله، بقعد احلل واقرا الناس دي بتعمل ايه. اللي عايز يعمل فلوس في الستاك او الماركت لازم يشوف الناس التقيلة دي بتعمل ايه ويعمل زيها. اظن كده دلوقتي الفكرة واضحة، وليه انا مركز بقالي اسبوعين، شهرين، بقالي فترة يعني، من شهرين، من شهرين بالظبط ابتدينا نركز على الستاك والاوبشن، وسيبنا الفوركس شوية، لان فيها فلوس وفيها تحركات كتيرة. يعني الناس دي مش هبلة وعبيطة عشان يحط 21 بليون دولار، هو عارف بيحط فلوسه ازاي، و34 مليون و60 مليون. فالناس دي مش هتحط فلوسها كده يعني في الهوا، اذا ما كانتش تجيب فلوس بعد اسبوعين او 3. عشان كده هم يعني مليونيرات. فانا شايف ان احنا نتابعهم ونشوف هما بيعملوا ايه، وهو ده اللي انا بعمله، بحلل الناس دي بتشتري ايه وكل يوم ايه وبتبيع ايه، بحيث ان انا ايه ابقى في الصورة، وبالتالي ببلغكو اول باول. بالنسبة للراسل اللي احنا كنا متكلمين عليها قبل كأس العالم، كنا من 4 اسابيع كنا في المنطقة دي، والماركت طلع حوالي من 160 ل 170، برضو عملت فلوس كويسة، لأن كان في أوبشن لمدة 3 شهور. ف أنا بعتها هنا هوت، ولما تنزل كل ما هتنزل أشتري، لأن دي قدامها لغاية أكتوبر، كانوا قايلين إن هي هتوصل للمنطقة دي. فيعني لما بتيجي حاجة عالية ويعني حد بيشتري في المنطقة دي مثلا، أنا بستنى شوية لما يرجع وإيه أشتريها. يعني افرض في واحد اشترى في المنطقة دي بكذا مليون،
ما بشتريش على طول، وخصوصا لما هي بتكون عاملة نيو هاي، بستناها لما ترجع شوية اشتري جزء، ترجع شوية اشتري جزء، ولما تطلع ابيع كله. دي كانت فكرة عامة. ابل ستاك زي ما هي قلنا، لان دي متوقعة ان هي توصل ل 250 خلال 3 شهور، هي لسه زمانها في نفس السعر بتاعها 191 دلوقتي، فكل ما بتنزل بنشتريها ولما تطلع بنبيعها، يعني دي قاعدين فيها شوية. يعني كل الستاكات اللي احنا اشتريناها طلعت حوالي 10 نقط، واخد بالك يعني. فدي ده ابديت للي احنا عملناه. في سؤال بسرعة، ابو عبد المحسن بيقول لك في عندكم شات روم؟ انا هنا في امريكا، انتوا في الشرق الاوسط، ففي فرق في التوقيت، انا بكون صاحي انتوا بتبقوا نايمين، انتوا نايمين انا صاحي، فصعب بيبقى في شات 24 ساعة. كان زمان الاول يعني من 7 سنين كنا بنقعد في الشات روم ده، دلوقتي انا يعني كل ما بلاقي حاجة بحطها في الفيديو بحيث ان انت تشوفها وقت زي ما انت عايز، يعني ما تبقاش مرتبط بميعاد. لان لو شات روم، افرض انا طلعت على الهوا الساعة 11 انت نايم او في الشغل، هتعرف ازاي؟ فانا بسجل فيديو وايه ببعتها، فاللي عنده اي سؤال يكتب لي وانا مستعد احطها او اشرح السؤال في فيديو، ويبقى يشوفه لما يكون عنده وقت.